على مشروع المسودة. اليوم سنعرف على مسودة المشروع. تغيير المراكز وقال معناها مرجعية مباشرة لنمشي المشروع. الملحوظة الثانية، أنا لا أعتبر النص المقترح نصا مصاغا، وإنما هي مجرد أفكار أحيانا متناثرة في حاجة إلى التبويب الدقة الوضوح. بكل صراحة لازلنا بعيدين عن عملية السياق. ملحوظة أخرى بالفصول اللي طرحت أكثر نقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي هي الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية. ولعل تجيب تقراوا على 29 فصل، ثم عندكم 20 فصل في مقترحات متعددة وأفكار متعددة. معناها تصور الوضعية باش تكون سهلة، يعني ما يمكنش نحكيو على السياق. أكثر من هكا، هيئة التنسيق والسياق عندما تتدخل أحيانا تزيد تربك العملية وتدخل غموض أكثر على هذه العملية، بحيث تبقى هذه النصوص بعيدة كل البعد مرة أخرى على السياق. ويعود ذلك في تقديري على الأقل لزوز أسباب. السبب الأولاني أن الأطراف الفاعلة داخل المجلس الوطني التأسيسي تبحث، وهذا لاحظناه كلنا في طبيعة النظام السياسي، هاو نسمعوا مرة برلماني، مرة رئاسي، مرة برلماني معادل، مرة رئاسي معادل، أحيانا ثم شكون حتى تدخل من الواجب المحترفين وقال هما طالبين برلماني معادل وإحنا طالبين رئاسي معادل، وإحنا قاعدة ضايعين بكل صراحة في الوصفات هذيا، حيث كنا طلبنا في السابق ومرارا قلنا راهو ننساو المسألة هذيا، بالله ننساوها، نظام برلماني ولا رئاسي ولا برلماني معادل ولا ننساو. يجب الاهتمام والتركيز على الآليات، بالله ركزوا على الآليات، شوفوا السلطة وحاولوا باش تركزوا على الآليات، ومن بعد توجي الوقت والناس اللي ربما عندها إمكانية باش تقول لكم في يوم من الأيام أنه برلماني ولا رئاسي ولا تعطيكم ربما تكييف جديد، بحيث هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه الأطراف هذه تحب تعمل الدستور المقبل وكأنه الحكومة باش تكون عندها، وإلا وكأنه الرئاسة باش تكون عندها. يعني بقاوا سجناء الامور الظرفيه اللي يعني ما تنجمش توضع مؤسسات، وهذا سبب جوهري وخلل كبير. فمن هذه الناحيه نرى اللي الحديث على السلطه التنفيذيه من هذه الزاويه، خاصه السلطه التشريعيه كذلك والعلاقه بينهما، هو طرح مغلوط. لانه بكل بساطه طرح سابق لاوانه. في بالي محرر الدستور يلزم كما قلت لكم ينطبق اساسا على ايجاد الاليات. وانا سالت فقريه الفصول المتعلقه بالسلطه التنفيذيه، قلت سيدي خلنا بعد هذه البرلماني والرئاسي والشكشوكه هذه، خلنا بعد عليها. شنو المطلوب مني بعد ثوره؟ اني نشوف الفصول هذه باش تاسس لنا نظام ديمقراطي ولا؟ ونظام اللي نشوف فيه اليوم مستقر ولا؟ هذا هو السوز المعايير اللي باش نخدم به. وباش نشوف. شو لقيت انا في طرحت الرسائل هذا على نفسي؟ لقيت اللي ثم بالحق ثم بعض البوادر ولا مؤشرات تاسس الى نظام ديمقراطي، بحيث السلطة التنفيذية عندنا معناها جوانب فيها ديمقراطية، والديمقراطية نقسمها لجوج مسائل اللي هي المشروعية والمسؤولية. ولكن الفصول هذه في الفكرة الثانية نعتبر المشروع هذا مشروع خطير إلى أبعد الحدود، لأنه بكل بساطة يهدد وحدة البلاد واستقرار النظام السياسي. هذا جزء أفكار. نبداو بالفكرة الأولى. أنه بوادر ديمقراطية. نجيو في المشروعية نلقاو معناها بالنسبة لرئيس الدولة هذه حاجة باهية، كان قبل المنتخب البرلمان تو ولا منتخب بشكل مباشر. بقى عندي شوية احتراز على بعض الشروط اللي راه ماهيش ثورية. وقت اللي راه في فرنسا ثم جمعية اسمها كونديدا 18 وصلوا في نهاية الأمر باش عملوا في أبريل 2011 هبطوا من سنة ترشح لرئاسة الجمهورية إلى 18 سنة. احنا قعدنا في 40 سنة حيث يظهر لي نعرفش هما عملوا ثورتهم قبلنا. هذه الأولى. اثنين، ثم بدعة تونسية جابها لنا بن علي، جابها بن علي ثم زوج جابها بن علي وحفظنا عليه نحكيو النظام السابق، ها نمشيو به. هذه السقف السن معناها 75 سنة و70 سنة و80 سنة. هو
قلتي كان الشعب التونسي حاب يختار واحد عمره 100 سنة، شنو مشكلة؟ شنو مشكلة كانت في كان الشعب التونسي؟ هذيك هي المشروعية، ما تلقاهاش في الدولة الديمقراطية. الشرط الأحسن. ثانيا البدعة الثانية اللي جابها بن علي أن يقول لك حامل الجنسية التونسية دون سواها، وهذا يحدث تصنيف خطير بين التوانسة، يحدث تصنيف خطير بين التوانسة، ماهوش معقول، ماهوش شرط ثوري ويعمل درجات بين التوانسة. إذا لهنا نجم يكون تونسي، ولا إذا كان باش يكونوا قاسيين، إذا كان باش يكونوا قاسيين، نعتبر نفسي باش يكونوا قاسيين، يكونوا تونسي المولد وناقشوا ثم كما مع بعض الدول كما أمريكا ولا كما البرتغال. بالنسبة للتزكية، عملوا زي كيف شرط التزكية باهي، وأدخلوا حاجة جديدة اللي هي تزكية الناخبين المرسمين، حاجة باهية، ولكن اللي اختاروا أنه هيئة التنسيق والصياغة تضبط حتى أوسط بحثها الشرط، يعني مش نبقاو في حدود التزكية، في حدود البرلمان ورؤساء البلديات فقط، بينما على الأقل توسع، إذا كان ما تعطيش تزكية عن طريق الناخبين المرسمين، على الأقل توسع لكل ما عنده نيابة، معناها حتى المستشارين داخل البلديات، إذا بذلك نوسعوا لهم في خصوص، لكن راهو التزكية ضروري، التزكية ضروري، كنا نشوفوا في الانتخابات المجلس التأسيسي آلاف ترشحات، إذا كان ما عملش التزكية توا ممكن تولي عندنا 5 ملايين مترشح للرئاسة. 5 سنين حاجة باهية، 5 سنين معناها ومن جهة أخرى غير قابل للتجديد، هذا ضمان آخر اللي ما كانش عندنا واللي هو ضمان نعتبره إيجابي. بالنسبة لمشروعية رئيس الحكومة، ثم فصل اللي يتعلق بأنه رئيس الدولة هو اللي يعين رئيس الحكومة، لكن يقسم ويقرأ نتائج الانتخابات، ولكن الفصل هذا في حاجة إلى إعادة الصياغة، لأنك مش تجبر تكون راهو رئيس اللي عنده الحزب الأكثرية، وكما خلطنا في الدستور الصغير هذاك عندنا معنى سجناء، وهو خرق لمبدا الاغلبيه المطلقه، لانه يعني اللي باش يكون في الحكومه بالطبع لازم تكون عنده الاغلبيه المطلقه، بعد قال الائتلاف حبوا زي وقت واش تدخل في ائتلاف، ولا يقولوا رئيس الدوله هو اللي عاين رئيس الحكومه، ويكونوا مطمئنين راهو ما ينجمش يعاين شخص من ما عندوش الاغلبيه داخل المجلس. هذا في خصوص كان تحبوا المشروعيه. في خصوص المسؤوليه، حاجه باهيه أن الفصل 85 ولا رئيس الدولة بتاعنا رئيس المسؤول، هذه حاجة بقى ونزلنا نراجع ويسر حاجة دي يزم تراجع الصيانة كلها. قبل كل شيء حكاوا على الخيانة العظمى، رأى ثم حتى الدولة نشحت في تعريف الخيانة العظمى، وكان تشوفوا حتى محاولة التعريف اللي تقمتها اللجنة للخيانة العظمى ما تجمش يكملها حتى العقل، مثلا حطوا على غياب السير السليم للمؤسسات معناها ما تبروا خيانة عظمى إلى كذلك. أكثر هناك لجنة الهيئة والتنسيق والصياغة هذه، وهيئة التنسيق والصياغة أركت الاستفادة عضو فيها، جابوا لنا بدعة أخرى ما تسمى بالجرائم الجزائية، بالليل ثم جرائم مدنية ثم هذه كاتيجوري الجرائم الجزائية، حيث لهنا في خصوص المسؤولية ثم مسؤولية هذه التمتع بالحصانة بعد انتهاء المهام اللي هي زمن النحو، راهو في الولايات المتحدة الأمريكية دستور الولايات المتحدة الأمريكية ما يعطيش حتى حصانة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وشوفوا شنو الصلاحيات اللي عند رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للحكومة عندها اللوم عندي، أنا ما نحبش ندخل ياسر سمحة وصالح باش يحكي عليه، رغم أن عندي اعتراض على تقديم حكومة بديلة، لأنه هذا سوف يؤدي تو نشوفوا من بعد إلى بلوكاج، لأنه يعني لازم رئيس الدولة يكون عنده، لازم يكون الأربيتر، ومش مطالب بوجود حكومة بديلة، وكي ما تلقاش حكومة بديلة، تاو تحويل ميزانية احنا شهرين ولا 4 شهور ولا 5 شهور واحنا واحدين، بحيث هنا هذا خطير ويلزم تفاديه، وثم صيغة أخرى اللي يلزم تنقاضها. الخطر الكبير بالطبع هو سوء توزيع الصلاحيات اللي نعتبره يهدد الكيان الإدارة السابق، يعني ثم سوء توزيع ساعة قبل كل شيء، ثم فصل يقول لنا لرئيس الدولة ويمثل الدولة إلى غير ذلك، لكن ثم اقتراح هيئة التنسيق والصياغة تقول لك ممثل أول، شنو معناها؟ شنو اللي تونس 1، تونس 2، تونس 3، تونس 5 بلاصة إلى غير ذلك، هذا مش ممكن. الحاجة الأخرى أنه الخارجي كيف؟ يعني الرسم مشترك للسياسة الخارجية، ما يفهموه. رأي الخارجية ما يلزموش يحكموا فيها زوج من الناس، يلزم واحد برا، تونس يلزم يمثلها واحد برا. ماهوش ممكن، وقت تشوفوا المعطيات اللي صارت في النظام السياسي الانتقالي هذا باش تتعاود تتكرر، لكن راهو إذا كان ممكن ما نفهموه هذا في وضع انتقالي غير مقبول في نظام سياسي دائم وما مستقر بالنسبة للمستقبل. خاصة كما قلت لكم راهو الفصل هذاك اللي يكون رئيس الدولة يضمن استمرارية الدولة واستقلاليتها
هو هو منتخب من قبل الشعب. هذه المسائل الكل لازم تعطيه داخل السلطة التنفيذية لازم تعطيه أولوية. ثم الخطأ الكبير وأنه هنا حاجة أخرى قال إذا كان يصير نزاع بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة مشيو المحكمة لا مانيش موافق لأن السلطة التنفيذية لازم تخرج بقرار واحد ويزم يكون الحكم داخل السلطة التنفيذية شخص واحد ويزم يكون لهنا باعتبار الصلاحية اللي أعطيناها له اللي هو كما قلت لكم فصل 68 راهو لازم نفهموه كما لازم نفهموه لازم يكون عنده الكلمة وراهو في البرتغال اللي نجمع الأبرومة بالبرتغال راهو رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان ومسؤول أمام رئيس الدولة حيث السلطة التنفيذية لازم تخرج بقرار واحد وعندنا وضعيات متأكدة اللي أحيانا ما نجموش نستناو المحكمة الدستورية باش تاخذ فيها قرار مثلا نفرضوا قضية البغدادي المحمودي وتبعثوها الناس الكل نقعدوا 7 شهور ولا 8 شهور ولا ساعات قرارات أخرى خطيرة إلى أبعد الحدود ويلزم يخرج قرار يلا في ساعة ولا في ساعة ولا حدود في 10 دقائق خاصة إذا كانت تكون أنت قائد الأعلى للقوات المسلحة حيث هناك العديد من الجوانب الأخرى اللي أنا عندي وقت لازم نحترمه أنا أقول إذا تم الحسم سياسيا في أن الدستور المرتقب سيؤسس لنظام سياسي يوفق في إيجاد معادلة بين الديمقراطية والاستقرار فإن ترتيب ذلك يتم بناء على التمكن من تقنيات تنظيم وسير الأنظمة السياسية إن الاستماع إلى خبراء تونس وخاصة الاحتكاك الكبير والمفضل بلجنة البندقية لم يثمر نصا في هذا الاتجاه فأرجو أن يكون النص المقبل في مستوى طموحات الشعب التونسي وشكرا لكم هذا ما يمثل هذا الاجتماع والملاحظات وراء المتدخلين وكذلك من المجتمع